إذا أصيبت المرأة بنزيف لسبب ما فهل عليها القيام بالصلاة وكأنه ليس عليها شيء؟ نعم، المرأة تصلي إذا أصيبت بالنزيف، النزيف لا يمنع الصلاة، إنما الذي يمنع الصلاة هو الحيض والنفاس، أما النزيف فإنه دم وعرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمنع الصلاة والصيام، ولكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة، لأن خروجه يعقم الوضوء، فعليها أن تتوضأ عند كل صلاة وتضع على المخرج شيئا يمنع الخارج من القتل أو غيره مما يمنع خروج الخارج، وتتوضأ وتصلي. جزاكم الله خيرا.